تبت إلى الله سبحانه وتعالى من معصية يرتكبتها، وفي وقتها أقسمت بالله العظيم وبالقرآن العظيم أنني لا أرجع إليها مرة أخرى. ولكن يا شيخ، بعد فترة رجعت إلى نفس المعصية، وفي وقتها عزمت على أن أتوب إلى الله ولا أفعلها مرة أخرى، فما حكم فعلي هذا جزاكم الله خيرا؟ وما حكم الحدث الذي وقعت فيه؟ وهل يقبل الله توبتي بعد استهتاري الذي ذكرته؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن التوبة مطلوبة من المسلم، قد أمر الله تعالى بها فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. الله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يتوبوا إليه من سيئاتهم ويفرح بتوبتهم، كما في الحديث: والله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم أضل راحلته وعليها طعامه وشرابه، ثم نام تحت ظل شجرة لما يئس منها، وبينما هو كذلك وإذا هي واقفة على رأسه، فأخذ بزمامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الله جل وعلا أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الذي وجد راحلته بعدما يئس منها وأشرف على الهلاك، وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ومحبته لأن يغفر ذنوب عباده وأن يدخلهم جنته، لأنه سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب لهم دخول النار. وفرحه بتوبتهم ليس لحاجة منه سبحانه وتعالى إليهم، ولكن لحاجتهم هم إلى التوبة، لأن التوبة توجب لهم رحمة الله سبحانه وتعالى، وإلا فالله جل وعلا غني عنهم وعن أعمالهم وعن توبتهم. ولو كفر الناس جميعا فإن ذلك لا يضر الله شيئا ولا ينقص من ملكه، ولكن فرحه بتوبة عبده رحمة بعبده ورأفة بعبده، والمصلحة في ذلك راجعة للعبد. وقد أمر الله بالمبادرة إلى التوبة وعدم تأخيرها: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وما ذكره السائل من أنه وقع في ذنب ثم تاب منه وأقسم بالله وبكتاب الله ألا يعود إليه ثم وقع فيه مرة أخرى، فماذا عليه؟ الواجب عليه أن يتوب وأن يكرر التوبة، كلما أذنب فإنه يتوب ولا ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. فإن الله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالواجب عليه أن يتوب إلى الله كلما أذنب توبة صحيحة. وأما عن اليمين التي حلفها ثم نقضها فإنه يكفر عنها بإطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أو كسوة 10 مساكين لكل مسكين ثوب، أو يعتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم 3 أيام. هذا هو الذي يجب عليه. وننصح له أن لا يحلف، تكفي التوبة بدون يمين، ما تاب إلى الله سبحانه وتعالى هذا يكفي بدون أن يحلف مع التوبة، فلا يكرر هذا مرة أخرى، لا يحلف مع التوبة، وإنما تكفي التوبة ويكون صادقا في توبته. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.